أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حصة قراءة جديدة مع الفن والحرية والجمال. النهاردة حلقتنا مختلفة مع مؤلف موسيقي مختلف. هو الحقيقة أنا شخصيا كانت مقابلتي الأولى معاه لما دخلت فيلم اسمه الراعي والنساء، حسيت ان البصمة اللي موجودة بصمة مختلفة تماما. الموسيقى دي موسيقى مصرية، لا يمكن انك تقول انها تنتمي لجنسية اخرى. بدأت اتعرف اكتر واكتر، لقيت ان انا مش بتعامل مع مؤلف موسيقي بس، مؤلف موسيقي مثقف طالع من أرضية ثقافية. لما نعرف إن الأب هو مؤسس جريدة الجمهورية ومثقف من المثقفين الكبار الذين تركوا بصمة على الحياة الثقافية المصرية، لقينا هذا المؤلف الموسيقي كل بصمة بيحطها على عمل، سواء موسيقى لمسلسلات أو موسيقى سينما، دايما بنعرف إنها من أول ثانية أنه الموسيقار راجح داود، محدش هيقدر يتلخبط فيه. حاجة كده زي البراند المشهور المعروف، ولازم يلمسك ويلمس إحساسك من أول ثانية. دكتور راجح سامي داود هو بيانو، كان تخصص في الأول في البيانو، ده اللي مكتوبه ممكن يصلح لي، بس احنا هنقرأ اللي مكتوب عن الدكتور راجح داود. اتخرج في سنة 77، درس في جامعة فيينا، نال شهادة الفنون العليا، في عمله في الكونسرفتوار بالقاهرة معيد 78، مدرس بقسم التأليف 88، مدرس مساعد 94، في عام 2000 أصبح أستاذ بقسم التأليف في معهد الكونسرفتوار. دكتور راجح داود بحييك ومنور دريم ومنور حصة قراءة. أهلا وسهلا، ميرسي. يعني التقديم ده مش عارف أنا أستاهله ولا لا. لا طبعا طبعا طبعا، لكن أشكرك وأشكر قناة دريم. الموسيقار راجح داود، النهاردة هنعمل رحلة مختلفة. هنتعرف على راجح داود من خلال موسيقى، الوجه الآخر لراجح داود اللي محدش يعرفه. بعد الموسيقى هنشوف بعض اللمحات، هنسأل سؤال من طالع من الموسيقى دي، لأن أنا عارف إن الموسيقى دي زي ما كان بيقول شوبنهاور، كل الفنون تطمح إلى أن تكون موسيقى، لأنها مش جاية من مادة زي النحت ولا لون، بتهبط كده زي الوحي. فقبل ما نسمع مسألة البيانو، صح فعلا ولا بيانو؟ لا صحيح، بيانو صحيح. ليه أكتر الحاجات لما أسمع راجح داود ألاقي آلات نفخ عاملة زي الناي، عاملة زي الكولا، يعني آلات النفخ فيها أحس إنها مكانها يمكن أكتر شوية من البيانو؟ يمكن ده إحساس، يعني بحس دايما ان في كده الشجن المصري اللي موجود زي ما يكون طالع من الناي في حاجات كتير. هو ده، يعني ما اقدرش اقول ان انا بعمله بتعمد، يعني في جزء فطري وفي جزء في احساس وفي جزء ليه علاقه بهويتي، بس هويتي اللي مش مكتوبه في الورق، انما أيوة. هويتي اللي انا عشتها في الحياة، يعني في الناس اللي بحبهم وثقافة الناس اللي أنا عايش معاهم إلى آخره، مش الهوية بتاعت الجزء اللي طبعا يعني أي حد بيتعلم التعليم قادر على أنه يعني يعطيه هوية. يعني طب المعهد ما خلكش دكتور راجح داود تتعالى على الموسيقى الشرقية؟ أو أنا بشوف ناس، إيه العود ده؟ إيه الناي ده؟ إيه الربابة دي؟ يعني بيبقى خلاص
دخل بقى سيمفونيات، كونشيرتو، سوناتا، مش عارف ايه، فبيتعامل من برج عاجي او متعالي شويه على الالات الشرقيه. هل الاحساس ده كان عندك؟ لا خالص اطلاقا اطلاقا. هو طبعا يعني اللي بيشوف العود والناي الات متخلفه هو ناقص تعليم، يعني لازم يتعلم شويه زياده عشان يدرك مدى صعوبه واهميه الات العود. طبعا في فرق بين امكانيات اله العود الصوتيه والالات الغربيه اللي احنا بنعرفها. بس مش الامكانيات الصوتيه هي اللي يعني اللي بتدي للاله قيمه، انما الاله اللي بيدي لها القيمه الامكانيات والجماليات بتاعه الصوت ونوع العزف اللي عليها وانماطه المختلفه. طبعا الموسيقى اتطورت في اوروبا من يعني العود ده كان موجود في اوروبا لغايه من 300 سنه ولا زال على فكره هو موجود. طبعا وعلى فكره مثلا الجيتارات ما هي في الاخر الات اتطورت من اصلها من العود يعني. والالات دي موجوده، انما التقدم اللي حصل في كل حاجه بدءا من صالات الصوت والاستماع والتكنولوجيا في عرض الصوت حتى بقى لغايه يعني الازمنه الحديثه والميكروفونات ابتدوا يبقوا عايزين صوت ضخم، فابتدت الالات تتطور عشان تعطي هذا الصوت الضخم والتجانس ما بين المجموعات المختلفه. يعني هو ده اللي ساهم في ان الاله تتطور، انما مش امكانياتها. بدليل ان النهارده في فرق كبيره جدا في اوروبا بتقدم الاعمال الكلاسيكيه بتاعت باخ وموتسارت وبيتهوفن بالالات القديمه اللي نفس الالات، يعني ممكن الات شعبيه بتاعت مثلا بولندا، اله شعبيه بتاعت الفلوت مثلا، الفلوت الخشبي اللي هو متطور عنه، الفلوت الترافيرز الفرنساوي اللي احنا بنشوفه اللي بيبقى معدن في الاصل ده كان خشبي. هناك من يعزف على الخشبي لانه صوته طبعا مختلف وصوته احلى بس اقل في الحجم والتكنيك بتاعه اصعب. يعني دايما التطور للاسهل والاعلى على العازف. مثلا الكمانجات السترادي فاريوس اللي حضرتك مثلا تشوفها على الانترنت كده يقول لك المزاد بتاعها بيبتدي ب 10 مليون وارقام تخوف كده، معروف ان حجم الصوت بتاعها مش كبير بس الكواليتي بتاع الصوت حاجه تانية. إذن راجح داود ليس على خصام زي ناس كتير قوي بنشوفهم على خصام مع تراثهم الشرقي، لكنه جذوره الشرقية واحترافه الغربي الاتنين عملوا راجح داود. هنبدأ نسمع مع بعض. أول حاجة هنسمعها عصافير النيل. عصافير النيل إبراهيم أصلان، مجدي أحمد علي، وموسيقى راجح داود. أنا حاسس إن حياة بتعزف في حياة، خشب الناي مع الفنان حياة مش مع معدن خامد بارد لكنها تفاعل حياة. الناي
اختيار راجح داود الأستاذ في معهد الكونسرفاتوار، المؤلف الموسيقي ال. لما جه في عصافير النيل ليه اختار الناي؟ اخترت الناي مش عشان النيل ولا العصافير. ايوه. انما للقيمه والمعاني الدراميه اللي موجوده في الفيلم واللي هي اصلها طبعا الروايه العظيمه بتاعت ابراهيم اصلان، الفنان الكبير والكاتب العظيم ابراهيم اصلان. فيها العمق ده وفيها البساطه دي. يعني ابراهيم اصلان عنده عمق شديد جدا وعنده بساطة في وبراءة في الكتابة. أنا يعني أنا آسف، أنا مش لا لا ده يعني أنا عايز أبرز هذا الجانب. بس أنا يعني لما بقرأ طبعا ما بخافش وما بجدش صعوبة في قراياته، بعكس بعض طبعا الكتاب الآخرين. الواحد بيبقى لازم يهيئ نفسه لمود معين أو يفكر بطريقة، لكن هو كأن يعني كنت بقرا غرفتين وصالة، كأن واحد جنبي بيحكي لي حكاية. صحيح. الرواية بتاعت أصلا فهو عنده ده، بس عنده معاني عميقة تلمس القلب. يعني تلمس المشاعر. حسيت إن الناي هيعبر عن المنطقة دي. ما لقيتش غيره. يعني ما لقيتش إلا الجملة دي بالآلة دي في الوقت ده، بالعازف اللي عزفها. يعني الناي عايز عازف معين فنان حاسس بيه قوي. انا لما اكتب لاي اله، بالذات الالات العربي واحيانا طبعا الالات الغربيه زي الاوبو او كلارينيت، ببقى لازم ابقى عارف انا بكتب لمين، مين اللي هيعزف، لان دي بتفرق. يعني وانت بتالف طبعا بتبقى يعني عارف ان بتاع الناي ده اسمه فلان. ببقى عارف ان ده هاني البدري. ده هاني البدري. ده يعني من اهم العازفين الناي. في طبعا عازفين كتير كويسين بس هو واحد منهم هايل. والموجه بتاعته على الموجه بتاعتي على الموجه يعني بتاعتي. دي حاجه تانية. يعني ممكن يبقى في 10 هايلين بس كل اتنين الكيمياء زي ما بيقولوا. الكيمياء. نيجي بقى للحته الثقافيه اللي احنا بنقول عليها، قارئ لروايه عصافير النيل وبنفس نفس العين بتاعت راجح داوود ملك الحزين ابراهيم اصلا. انت طبعا لازم تقرا الروايه، يعني ما بتدخلش على الموسيقى التصويريه الا لما تكون قاري الروايه، ولا دخلت على هذين الفيلمين دول بدون ما تقرا الروايه؟ لا يعني هو قرايه الروايه، يعني انا كنت قاريهم بس كنت قاريهم اساسا. في الحقيقه قرايه الروايه في السينما اوبشن، لان احيانا كتير بيبقى الفيلم يعني الفيلم بتبقى اللغه بتاعته مختلفه عن لغه الكتابه وبيبقى فيها صوره وبيبقى فيها نوع من الابداع المختلف. فممكن الروح بتاعت الفيلم تبقى محتاجه. يعني انا لو عملت نظريا موسيقى مستوحاة من الأدب، وأنا عامل ده في بعض المؤلفات أو مستوحاة من شعر حتى، بتبقى غير لما بعمل موسيقى مستوحاة من صورة، لأن الصورة فيها جماليات مختلفة وألوان وتمثيل وحركة كاميرا سريعة أو بطيئة، يعني فيها ومونتاج. كل ده بيبقى له تأثير آخر غير الأدب. وأنا بحاول يعني اجمع الاثنين في الاخر. بس انا في الفيلم بعمل موسيقى فيلم. فهو في سؤال بقى برضو لما بتفرج على فيلم في الموسيقى، ويمكن كلمه الموسيقى التصويريه برضو هنتكلم عنها، ان يمكن في حاجات متحفظ على كلمه الموسيقى التصويريه، وهنعرف ليه. لكن الفنان بطبعه في حته نرجسيه بتدي الطاقه الفنيه، يعني او حته أنانية شوية، إن هو عايز يبان. ففي مشهد سينما في ناس عايزة تفرض عضلاتها بالموسيقى بحيث إنها تبقى قدام، وإن الواحد ما يشوفش المشهد السينمائي. أنت شايف إن الصح إن أنا أقول الله راجح داوود باين أهو وأنسى المشهد السينمائي، ولا كله يبقى متضفر مع بعضه؟
لا هو لو حد قال يعني ميز الموسيقى عن الفيلم، يبقى غالبا الفيلم هو اللي فيه ضعف، غالبا يعني. ولما بيبقى فيه ما في الفيلم يعني قوي ومعبر، لو كانت المزيكا فيه على نفس الدرجة الفيلم بيطير او المشاهد بتطير. لو الموسيقى ضعيفة عمرها ما تنتقص من حق الفيلم يعني. ده الفيلم الجيد اللي مصنوع بشكل جيد انت بتدرك قيمته، لكن الموسيقى لما بتبقى فيه عالية يعني بتحسسك بيه اكتر. بس انا عايز اشوف، انما لو المزيكا فيه ضعيفة عمرها يعني مفيش موسيقى توقع فيلم. ده بس في موسيقى تضيف، وفي موسيقى تضيف، وفي موسيقى تقول فيلم حلو بس موسيقى وحشة تنرفزني. هنعرف ده، هنعمل الاختبار دلوقتي. شوف الكيت كات، موسيقى داوود، اخراج داوود عبد السيد، ونشوف دون هذه الموسيقى، نشوف ودنا، نشوف استقبالنا للمشهد عامل ازاي. المشهد الشهير بتاع الموتوسيكل، محمود عزيز لما خد الموتوسيكل وهاص بقى في السوق، نشوف الموسيقى خدمت عليه ازاي، ثم ننزع هذه الموسيقى ونشوف المشهد. يا ريت يا عادل بقى تدينا نفس اللمحه دي بس من غير الموسيقى، ونرجع لضيفي دكتور راجح داوود. الكيت كات صار من كلاسيكيات السينما خلاص يعني. الحقيقة لو احنا قعدنا نعد مثلا من اهم 20 فيلم لازم هنحط الكيت كات فيهم، وكل العناصر، كل العناصر طبعا بما فيها الموسيقى كانت على نفس مستوى الإجادة. طبعا داوود عبد السيد بالنسبة لراجح داوود، أعمال كتير، مسيرة طويلة، رحلة، الكيمياء برضو. داوود عبد السيد أولا أخ كبير، أخويا الكبير، وفنان يعني اللي أنا أعرفه طبعا يعني طبعا ده عمر، إنما الملتصق بيه عنده في عمله عنده كمية من المبادئ والأخلاقيات والثقافة والنصائح، وأصدقائه يعني دايما يسموه الحكيم. عنده نوع من الحكم، هو فلسفة وعنده طبعا فلسفة وعنده يعني جانب إنساني في رائع في التعامل مع كل يعني كل أنماط الناس. هو إنسان يعني. هل أنت غيرت موسيقى بناء على
ودن داوود عبد السيد؟ لا 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 خالص. لا، وداوود عبد السيد عمره ما طلب مني يعني انماط معينه من الموسيقى، انما كان يعني دايما كان يصر اني ابقى فاهم المشاهد، او ابقى فاهم الفيلم، او ابقى لاقط الروح بتاعته. يعني اللي بيهتم بيه ان هو يطلقك في الاتجاه الصحيح. يعني هو سلمك السيناريو كاملا؟ قريته واتكلمنا فيه واتفرجت على الفيلم واتكلمنا فيه. ودايما انا ابقى يعني عندي يعني طبعا لما بيكون المخرج وكاتب السيناريو بيشتغل فيه بيبقى ممكن سنوات يعني. انما بالنسبه للجاي جديد على الفيلم زي حالاتي بيبقى مش مستوعبه بنفس درجه بنفس الاستيعاب طبعا. تاني متشربه تاني جواه، فبياخد فتره عبال لما يعني يتشبع بيه او يعني يفهم صح المشاعر والمضمون بتاعه. فهو بتبقى وظيفته بعد الفيلم ان هو يعني يقعد يدي لك يعني نفحات كده من شحنات طاقه ايجابيه. طاقه ايجابيه بالظبط. انما مش من النوع اللي لكن ما يقولكش لا 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 الموسيقى دي هات على جنب خالص، ابدا بقى من اول وجديد، او لا ده مش لا. هي حصلت مره بس حصلت ان انا عملت الموسيقى وسجلتها وكان ليها ظروف ما يعني معينه، ورحت ركبتها وبعدين قلت لهم لا المزيكا مش عاجباني انا اغيرها. انت اللي قلت. انا انا انت اللي قلت. يعني ولما غيرت استجاب. لا لا يعني ورحت غيرتها كلها، مع انه هو يعني كان قال لك يعني ممكن نغير الحتت دي كده. داوود عبد السيد برضو احنا مسيره يعني راجح داوود وداوود عبد السيد الاثنين تحس انهم وجهين لعمله واحده، روح واحده، عشان كده فاهمين بعض قوي. وفي فيلم لم ياخذ حقه نقديا وهو فيلم ارض الخوف. ارض الخوف لما يتاخد على المستوى العادي خالص بتاع التفاصيل بتاعت عصابه المخدرات والكلام ده والاكشن والكلام ده، الحقيقه بيفقد الكتير جدا جدا من قيمته الفلسفيه الرائعه. الحياه ازاي تصارع الحياه، ازاي تتساب في الحياة دي وتواجه القدر بكل غموضه. نسمع مع بعض أرض الخوف. احنا عندنا ماتيريال كتير عشان كده هنمشي بسرعة شوية نسمع أرض الخوف.
يعني زي ما نقول القدر اللانهاية، تحس ان في يعني حاجة مفتوحة كده غامضة ما تخضتش من السيناريو. السيناريو على المستوى زي ما بقول التفاصيل البسيطة ممكن يبقى عادي، يعني ممكن يبقى فيلم بوليسي موديل، لكن في كاموفلاج لكن في مستويات تخض طبعا تخض طبعًا. يعني في ناس اتصدمت لما شافته أكتر من مرة وعرفت المعاني المختبئة عن القدر وعن الإنسان اللي ممكن يتساب، ولا عارف هو رايح فين ولا جاي منين وتساب ليه كده. لا، وكل مشاهدة بيبقى ليها نظرة مختلفة عن اللي قبليها. يعني هل داوود عبد السيد قعدتوا تتناقشوا في الحتة الفلسفية دي ولا ساب لك السيناريو خلاص؟ لا لا لا، لازم بنتناقش طبعا، بنتناقش لأن زي ما بقول لحضرتك، أنا بالنسبة لي لما بشوف الفيلم أول مرة أو حتى وتاني مرة وأنا بشتغل فيه ما ببقاش مدركه بالإدراك بتاع المخرج أو الكاتب. يعني خصوصا بقى الكاتب هو المخرج في الحالة دي. فببقى يعني عندي ديلي عنه يعني لأنه فيلم مش سهل. في أفلام سهلة يعني بتقدر صحيح تحسها من الأول، إنما في أفلام بيبقى فيها أبعاد بتبقى أنت محتاج وقت عشان تستوعبه. يعني عشان طب أنا عايز أستحضر اللحظة دي يا دكتور راجح. عايز أستحضر لحظة راجح داوود قاعد كده قرى سيناريو أرض الخوف، قرر إنه يختار الفلوت ده للحتة دي. بالدراسة انت عارف ان دي امكانياتها كذا ودي امكانياتها كذا ودي مش عارف عامله ازاي يعني هو طبعا صعب، انا عارف ان السؤال صعب، بس لو فكرنا مع بعض، انت لحظتها قلت الفلوت امكانياته مثلا ما ينفعش كمانجا هنا، ما ينفعش بيانو، ما ينفعش مش عارف اي حاجه تانية. هو اولا يعني بفكر في حاجات بارلل متوازيه مع بعض، بس تمام. هو في الحقيقه كل مره أول مرة أول لحظة بقول هو أنا مالي ومال الشغلانة دي وببقى خايف جدا ومرعوب، وحتى بعد ما بخلص شغلي لكن لازم أفكر في معاني مختلفة. أول حاجة أنا ما بدورش على آلات، الآلات دي آخر حاجة بدور عليها. ما بتدورش على آلات؟ لا، أنا اللي أنا البداية بتبقى مع إيه؟ مع الروح. الروح اللي انا سامع، عارف الموسيقى عندها مشكله غير بقيه الفنون، عشان كده انا يعني مش بعتقد، انا متاكد ان هي اصعب الفنون طبعا، لان ما النحات او الشاعر او الرسام كلهم عندهم مواد، او السينمائي او عنده ماده بيشتغل بيها بيصوغها وبيشكلها، بتبقى مشكلته يعني ان هو يعمل تجريد في وهو بيرسم بورتريه مثلا قصاد عينه، شايف بورتريه فيجرده فيشوهه شويه، بس هو عايز يقرب للموسيقى على فكره. عايز يقرب للتجريد بتاع الموسيقى. هي كلها انت بتستحضر نغماتك من المطلق، من الهوى، من الصمت. انت مش سامع حاجه. ايوه، انت بتالف الجمله الموسيقيه او بتعمل لحن. هو انت بتجيب الحانه من فين؟ بتجيبه من الفراغ الكوني اللي انت مش سامعه، وتقعد تركبه على بعض وتعمل بيه علاقات عشان في الاخر يطلع اللحن اللي انت شايفه. يعني لا نهائي من الحلول عشان تعمل لحن. طب فهنا لما بتعرض لفيلم او كده لازم يعني بيبقى في صعوبه الوحيده الروح. هي دي الروح بقى ايه اللي ينفذها؟ اشوف بخبرتي وبالالات اللي حواليا وبالنوع العازفين اللي معايا، هو مين اللي يقدر ايه الاله اللي تحقق الروح ده ومين اللي يعزف. يبقى اللمحه الاولى ما بتقولش الاله، لا الروح. بتبقى الروح المعنى. طب سؤال عارض كده استفيد من المؤلف الموسيقي راجح داوود في المساله دي، بيتهوفن والصمم، مؤلف موسيقي أطرش أصم، إزاي؟ يعني أنا مش متخيل
ازاي واحد يصيبه صمم ويألف يعني من أرقى اتنين سيمفونية وهو بهذه الحالة كسروا الدنيا يعني. هي معلومة يعني فيها نوع من الغلط شوية. هو ما كانش أطرش، هو كان بيسمع وتعلم ودرس ومارس الموسيقى عزفا وكتابة وتأليفا وكل حاجة. لا أنا بقول على آخر حياته. وبعدين في المراحل الأخرانية السمع بتاعه يتأثر لكن مؤلف بقدر بقيمة بيتهوفن أو موتسارت أو باخ أو كل العظماء دول بعد خبرة كبيرة من ممارسة الفن على الورق، لما يشوف الورق النغمات اللي بيكتبها بيبقى سامعها داخليا، سامعها داخليا طبعا، سامعها بكل تفاصيلها. يعني ده اللي احنا بنقول عليه الروح بقى. يعني انا مش بدعي طبعا ان انا عندي لا, لا طبعا، بس انما يعني هو خبره برضه. اي حد مارس فن العزف والكتابه، حتى العازفين لما بيشوف النوتة الموسيقيه من غير ما يسمعها ومن غير ما يعزفها يعرف يتخيل هي هتبقى مسموعه ازاي، هتبقى مسموعه بيسمعها داخليا. فكان كتب يعني المؤلفات بتاعته في بيتهوفن بالذات، هو عشان كان بيقود الاوركسترا فما كانش بيبقى سامع الاوركسترا، هو يعني هو قاد الاوركسترا وهو برضه فكان بيقود، وكان في ازمه بينه وبين الموسيقيين والجمهور، لانه لانه دي فعلا لازم يسمعها فيزيكال، يعني لازم يسمعها. هو الحقيقه انا يمكن السؤال كان عارض يعني او بس الحقيقه يعني كان برضو مهم جدا ان احنا نستحضر كلمه الروح، الروح التي في الموسيقى التي هي قبل الاله. دكتور محمد كامل الاليوبي اللي هو التأبين بتاعه امتى دكتور؟ بكره غدا ان شاء الله في المسرح الصغير في الاوبرا. ايوه غدا الاحد، الاحد الساعه 7 مساء. عاملين تأبين، هيبقى فيها بعض كلمات يعني قصيره من اصدقائه. أيوة. وحفل موسيقي لمؤلفات في بعض منها مهدى اليه يعني. محبي المخرج العظيم محمد كامل الايوبي غدا في التأبين الاحد، وفيها برضو موسيقى لدكتور نجح داوود، هيبقى فيها موسيقى لحضرتك. خريف آدم الأليوبي وموسيقى راجح داوود، نسمعها مع بعض.
يعني أدهشني المؤلف الموسيقي ضيفي دكتور راجح داوود إن اللي أنتوا سمعتوه ده ربابة. ربابة. إزاي جات لك الفكرة والجرأة إن أنت تدخل الربابة على هذا الأوركسترا؟ يعني تسمح لي طبعا أنا أحب أرد على سؤال حضرتك بس الدافع الأصلي طبعا كان هو المخرج الكبير والصديق والأخ الحنون الجميل محمد الأيوبي وهو من أجمل الناس يعني خارج الفيلم لكن هو من أجمل الناس اللي حد يعرفهم ويأثروا فيه وكان إنسان عنده مبادئ رائعة وكان نقي وطاهر القلب صحيح الله يرحمه طبعا. هو الفيلم عن الطار هي الطار. قصة لمحمد البوساطي عبارة عن واحد بيربي فريسة عشان يذبحها يعني دي قصة الفيلم دي القصة. يعني فهي الرحلة بتاعت الطفل اللي بيقعد يعني يتراقب عشان يحضروه بقى يحضروه للطار وحد بيستنيه لغايه لما يكبر وفرحه يقتلوه يوم زي ما ابنه ده قصه الفيلم ومتصور في الصعيد وهو فيلم طبعا جميل جدا الأيوبي الله يرحمه قال لي انا عايز ربابه فقلت له وهو كان زي الاطفال لما يتكلم لما يعند بقى ويصر فقلت له انا ما الربابه دي اله ضعيفه وصوتها ضعيف ومين اللي هيعزف ربابه وترين باين بس وتر لا هي وتر واحد وتر والتاني بيزن معاه التاني بيزن يعني نعتبرها وتر نعتبرها وتر انما بيعفعوا على وتر واحد فيقول لي لا انا ماليش دعوه وهو كان يعني كان بيتوسم العبقريه في اللي بيشتغلوا معاه فقول له انا مش عبقري ولا هيقول لي لا هتعمل لازم الربابة ماليش دعوه كده فعملت اعتمدت على عازف تشيلو طبعا شديد الموهبه وبيعزف ربابه بس استدعيته للبيت عندي في يعني في المكتب وقلت له تعالى انا هعمل كذا 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 قال لي لا اعمل وانا هقدر يعني ليها صعوبات تكنيكية في العزف بتاعها بس اتفقنا على طريقة نسجل بيها الموسيقى ازاي وقد كان وكانت الفكرة بقى ان هو الربابة مع فلوت مع اوركسترا لدرجة ان بعض النقاد افتكر يعني ما تصوروش ابدا لا يعني قالك لا يمكن تكون دي الربابة الربابة احنا عارفينها ما تعملش كده دي يعني متسجلة بالجهاز او آلة تانية او مش عارف ايه لكن مش ربابة هو ده زي ما احنا كنا بنتكلم قبل الحلقة على الابداع يسبق دائما القواعد يعني دايما يفاجئ دايما يعمل دهشة هو ده سر الابداع رحم الله محمد كامل الأيوبي ونرجع تاني احنا كل ما نروح حتة نرجع تاني لداود عبد السيد هنلاقي حاجة تانية مختلفة رسائل البحر مع راجح داوود نسمعها مع بعض ونشوف كل لقاء ما بين راجح داوود وداوود عبد السيد بيبقى له طعم مختلف
حاسس ان انا فجاه انتقلت من استوديو دريم لاسكندريه، مش عارف ليه، بس انا حاسس ان المساله يعني فيها يعني البحر ده صخب واتساع لا نهائي وحريه. راجح داوود وعلاقته باسكندريه، هل في الفيلم ده مثلا استحضرت اسكندريه، رحت زياره؟ لا مش رحت زياره، انا عايش في اسكندريه بقالي مثلا حوالي 10 سنين او حاجه زي كده. يعني كل موسيقاك تؤلف، كل مؤلفاتي اللي في السبع ثمان سنين على الاقل اللي فاتوا كلها في اسكندريه، لدرجه ان انا يعني في القاهره حتى ما عنديش يعني كل حاجه شغلي كل حتى الادوات الورق كله حاجه في اسكندريه بالظبط. وانا ما عنديش ارتباط يعني باسكندريه كعمل او اي حاجه، يعني انا كل شغلي في القاهره يعني سواء التدريس ولا مثلا قرايب هناك ولا اي حد، ما اعرفش اي حد يعني اعرف مجموعه اصدقاء قليلين بسيطه في السنين اللي فاتوا من خلال قعدتك في اسكندريه، من خلال قعدتي في اسكندريه ومجموعه صغيره من الاصدقاء الاتوليه مش عارف ايه، لكن ما عنديش وببقى مبسوط يعني ببقى زي العيال وانا رايح كده ببقى فرحان. طب في رسائل البحر حاولت ان انت مثلا تبقى على البحر، مثلا تستحضر صوره البحر، يعني تفاعلت مع حاجه معينه في فيلم رسائل البحر بالنسبه لاسكندريه؟ هو البحر مش بالنسبه لي انا شخصيا، لكن بالنسبه لمبدعين كتيره بيمثل حاجه جميله او حاجه معرفش، عشان لا نهائي، عشان اللون بتاعه، عشان بيتوحد مع السماء يعني، لكن ما بيقلكش احساس عشان صوته يعني يعني في مجموعه حاجات مجموعة طبعاً بتخليك لما بتقعد جنبه بيأثر فيك، فانا اعتقد ان مش انا يعني تحديدا، لكن هو طبعا له سحره، له سحره وله تاثير. طب حكايه ان الفيلم نفسه في البحر يعني لا البطل ومساله الكلام المتقطع او التهتهه اللي كانت العثمه اللي عنده دي، هل طلب منك المخرج داوود عبد السيد ان انت توظف حاجه بالنسبه لها او كده؟ لا ما فيش خالص. هو يعني داوود من المخرجين اللي بيهتم يعني بالروح والمعنى بتاع الموسيقى مش التفاصيل بتاعتها، المعنى والمعنى الكلي، انما مش يعني عمري ما عملت مثلا في اي فيلم من افلام داوود يعني وافلام تانية يعني لكاركترز او شخصيات غير الموسيقى اللي في المسرح، ان شخصيه فلان لازم يبقى معاها موسيقى معينه، صحبه معينه يعني في السينما الجديده والسينما بتاع المخرجين الجداد والسينما الجديده ما فيهاش فيها يعني الاهتمام بالمعنى. وهو داوود عبد السيد فعلا كده، لان هو مهتم بفلسفه الاشياء مش بالتفاصيل الصغيره. بالظبط. من داوود عبد السيد لإيناس الدغيدي ممكن نقله، ده طعم ودي طعم. الباحثات عن الحريه، فيلم عمل صدمه شويه لبعض المتفرجين، قضيته كانت قضيه جريئه جدا. الموسيقى في هذا الفيلم الجريء، تعالوا نسمع مع بعض ونعود لضيفي المؤلف الموسيقي راجح داوود.
الباحثات عن الحرية استحضرنا الآن راجح داوود مؤلفا وعازفا. تجربة العزف على البيانو في فيلم من موسيقاك. لا كل الافلام اولا انا عشان انا بعزف بيانو ما بخاف العب بيانو وما بعزفش وما فبالتالي وما بكتبش للبيانو كتير ما انا عشان كده مستغرب البيانو قليله لان انا عشان كده في الاول حتى ايه قلت يبقى الكلام صح ولا غلط لان انا سامع فلوت نايه مش عارف ايه رواه كده مش سامع بيانو كتير فبيبقى عندي خوف ان انا اكتب له بشكل لا يليق بما اني انك هو ده حالتك الاساسيه بالظبط دي حقيقه وغالبا يعني في اغلب الشغل بتاع اللي فيه بيانو غالبا انا اللي بعزفه ان ما لم كنت كاتب حاجه صعبه وعايز حد يعني عنده تكنيك اقوى مني لان انا طبعا ما بمارسش ماس العزف والعزف ده عايز تمرين يومي عايز تمرين يومي صح لكن ده انا فعلا اللي عزفه وهي كانت يعني تجربه جميله عملي مع ايناس الدغيدي في مجموعه الافلام الاغرانيه اللي عملتها. عملت ايه لايناس الدغيدي تاني؟ عملت اربع افلام القاتله كان اول واحد فيهم القاتله والباحثات عن سيد مرزوق والفيلم الاخراني يعني ديانا الملكه ديانا وكان في فيلم رابع يمكن الفيلم بتاع هند صبري واحمد عز ولا ايوه اللي هو اول اكتشاف لاحمد عز وهند صبري ايوه بالظبط تمام مذكرات مراهقه تمام وفيلم من افلامها كمان الجميله ده هو كان وهي انا برتاح جدا مع الشغل معاها لانها بتفهم كويس قوي لا ده هي ودنها موسيقيه جدا يعني وما بتعرضنيش يعني بتثق فيها بسهوله لا الحقيقه يعني انا شايف ان يعني لا يمكن لمخرج ان هو يعني يعارض لا ممكن لا ما انا عارف اسال داوود عبد السيد نيجي بقى ل يعني وختامه مسك ما فيش حد في جيلنا ما سابش فيه سيد حجاب بصمة تترات المسلسلات شعر سيد حجاب يمكن نقدر نقول مراحل عمرنا لأ دي ليالي الحلمية دي بوابة الحلواني دي مش عارف ايه دي ايه دي ايه دي ايه سيد حجاب مشي معانا الله يرحمه مشي معانا رحلة حياتنا كلها ترجم كل تفاصيل حياتنا بشعره الرائع. المؤلف الموسيقي راجح داوود عامل تجربه جديده يمكن حصريه لينا ان احنا بنعرضها. تعامل مع شعر سيد حجاب جه ازاي؟ سيد حجاب انا يعني مبدئيا عملت له اغنيتين في تتر احد تترات المسلسلات من فتره بعيده يعني ما تعملش معاه كتير لا عملت بس اغنيتين في تتر من تترات المسلسلات لكن لما هو توفى انا يعني مشترك تعرف الجروبات بتاعت الواتساب في مجموعه من المثقفين او الاصدقاء الفنانين عاملين مجموعه وحاطيني معاهم انا سعيد بالمجموعه دي فحد فيهم عمل يوم لما مات اقترقص الطين وحطهم يمكن مدحت العدل الله اعلم مش عارف مين يعني هو اعتقد دكتور مدحت العدل فانا هو سيد حجاب كان انسان رقيق وكان صديق جميل وكنا بنشوف بعض وكنت انا شايفه يعني كان قبلها بفتره مش بعيده وكان تعبان شويه وكده عند حد صديق يعني فاخدت القصيدتين واتصلت بالاستاذه سلمى غريبه هي ممثله في المسرح القومي ورحت قابلتها واتصلت بصديق يعني مهندس تسجيل عنده استوديو ده في وقتها كده على طول كل 100 بالليل ورحنا وقلت لها هنسجل وسجلت الكلام بالميكروفون يعني اديتها بعض الريماركس عشان انا عارف هحط عليها اني موسيقى هي مقدمه يعني هو احنا الوقت داهمنا عايزين نسمع فدي يعني سيد حجاب طبعا دي الحكايه الحب لسيد حجاب
صنع اللي احنا هنسمعه دلوقتي وهنختم بيه البرنامج. قبل ما نختم بشكر دكتور راجح داوود. انا اللي بشكرك. شكرا جزيلا على انك نورتنا باذن الله. حلقات وحلقات عرفنا معاها وجوه اخرى لراجح داوود، ونسمع مع بعض تحيته او باقه الورد اللي اهداها لسيد حجاب بصوت سلمى غريب. ولما موت لو مت على السرير باحرقه الجسد ونطوره رمادي على البيوت وشويه لبيوت البلد وشويه حطوهم في ايد ولد ولد اكون بوسطه ولا عرفوش ولو اموت قتيل وانا من فتحة الهويس بفوت ابقوا اعملوا من الدم حنة وحنوا بيها كفوف عريس وهلال على مدنا ونقرشوا الدمي على حيطان بيت نوبي تحت النيل اسمي.